السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعرض ليكم حجر المرجان الأحمر البرتقالي عندي على القناة. ما تنسوش تعملوا اللايك وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما حضراتكم شايفين لون الحجر لون مميز جدا، حجر المرجان وليه طاقة عالية جدا. حجر المرجان لو دخلتوا عملت سيرش عليه على جوجل ليه طاقة عالية وليه إيجابيات كتير. حجر مميز جدا حجر المرجان، وذكر طبعا في القرآن. شايفين الحجر شكله جميل جدا، حجر مميز وجميل. ألوانه جميلة، بس القطع اللي موجودة ديت يعتبر يعني مش مصقولة صقل مميز. أحجام كبيرة. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد عندي على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.